بالمكسيك انطلق نحو 3000 مهاجر في مسيرة احتجاجية جديدة للاحتجاج على ظروف الاحتجاز في مراكز الهجرة وللمطالبة بإصلاحات في إجراءات معالجة ملفاتهم. تقارير إعلامية ذكرت أن المسيرة الاحتجاجية للمهاجرين ومعظمهم من كوبا وفنزويلا والإكوادور وكولومبيا انطلقت يوم الأحد من المناطق الحدود مع غواتيمالا، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الوجهة المعلنة هي العاصمة مكسيكو، إلا أن المتظاهرين عادة ما يتوجه شمالا إلى الحدود الأمريكية المكسيكية. المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد أن أسفر حريق مميت الشهر الماضي عن مقتل 40 مهاجرا وإصابة 29 آخرين في مركز للهجرة بمدينة تقع بولاية شيواوا شمال غرب المكسيك.